يلا واش كتسجل حتى انت؟ لا بدينا كتسجل. يلا سير غنى السي محمد. سير غنى السي محمد. داك الديسك تاعو يا الحوته. يا الحوته العز والنقاء. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو ندير واحد فوق سبيسيال اللي هو نشوف واش نصيد مع الدري كامل معنا عبد الصمد معنا خالد معنا الدراري كاملين تقريبا. هذا جاي مسافر ديري 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 سير نقوم. اودي كنتسنى خالد وباه ومعتوه. انت سيدي شكون انت؟ اي لا لا الضلا الضلا وخالد. فين تدار الضلا وخالد؟ المهم تعطلو شويه غنمشيو للبحر الله يستر بالك راه كاين شي عاصفه. المهم ما عرفناش الجو كيفاش غادي يكون ولكن قالوا كاين شي عاصفه. المهم باقي غنمشيو نحضروا ليها تما. فين تدار خالد يجي نشوف خالد. رجلي يدي قد الفخ ديالي. المهم كملت معنا هاد السبيطارات هادو. المهم دابا يلاه غادي للبحر جبنا المهم باغي نوريكم 10 لعيبات فهمتي نعاني. المهم دابا غنمشيو ان شاء الله نوصل الله الا باقي وصلنا لا لا السكر الساعه ديال الطريق حنا باقيين هنايا والفخ ايه جيب الفخر عبد الصمد. جيب الفخر عبد الصمد. شطره جيب الفخر شطره. فين نجيب الفخر؟ المهم عبد الصمد نمشي سير جيب الفخر. جبت لكم 10 دراهم ديال الفخر. لا 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 نروح هذاك غالي هذاك. عطيت لها هذا وهذا دوز عليها. الزمن هنا بالرب. نروح هذاك. دابا يلاه سالينا غنمشيو ان شاء الله نصيد الله يستر مع الله يحفظ. المهم ما عرفناش هذا النهار كيعجز معاه. والله ما عرفنا كيعجز. الله يكثر السلامة. بداو بالذنوب بعدا من وريه في الذنوب. الله يكثر السلامة في هذا النهار هذا. المهم دابا لا بدينا كتسجل. يلا سير غنى السي محمد. سير لا غنى السي محمد. داك الديسك تاعو يا الحوته. يا الحوته العز والنقاء. يا الحوته قولي لي يا ليقا. يا الحوته ديري لك السنارة في القلب رشقة. يا الحوته قولي لي يا ليقا. يا الحوته شوقتيني بالغا. يا الحوته يا بنت العز ونقى. يا الحوته قولي لي يا ليقا. سي محمد هذا الديسك علاش كنت مغنيه؟ الديسك رابح دريسه. والعالم يا العالم علاش كيموتوا الولاد. وي كيموتوا على شابة صغيرة ولا عزبة كيسة مت رمضان. مقلبي واتوتو كيف يدير يا سيدي اللي قلبو تا يبغيك يا سيدي اللي قلبو تا يبغيك سهران الليل
الوليد الوليد راه هاد الودن هادي فركعتيها لي الوليد واش فراسك الوليد دابا خصك الطبيب واتقعد يا الحوتة يا بنت العز ونقى يا الحوتة قولي لي يا الليقة يا الحوتة دير لك صنارة في القلب رشقة يا الحوتة شوقتيني بالغا يا الحوتة قولي لي يا الليقة يا الحوتة يا بنت العز ونقى اوه كما شاء الاخوان دابا يلا وصلنا لبحر المهم السلام عليكم كمان عليك مشوا للبلاصة ديالنا ديما واش كان شي حوت كاين مشوا المهم كنمشيو لبلايص ديما فاش كنصورو ديما ما نعاودش لكم البحر طايح شويه يعني ما دير والو كان الباصه ديال عمره حيت اصلا حنا كنحطوا لا بونط هي وكنجيو ديما لهنايا وما شاء الله غادي نمشيو باش نشوفو ترى والله الا اول مره صاحبي اول مره غادي نخيم مع هشام هادشي زوين زوين ندوزو نهار نهار واعر اكسبشنال وين دابا غادي نحطو باكتاج بلا والو ونحطوه وديك الساعه يبان ما يدير يلاه خليكم معايا تنحطوا لا بونط مشي معنا سي محمد مرحبا سي محمد اليوم شكرا بارك الله منور سيدي منور والله يا سيدي الا خرجتيني اليوم درتي واحد الخير كبير سير ودي الله يرضي عليك دابا ان شاء الله غادي نحيدوا هذا السبيب هذا ما خدامش لينا هذاك الشيء علاش غادي جبنا له الاخر هو فيه 500 متر غادي نشارجيه مزيان 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 المهم دابا ان شاء الله غادي نديروا شي طلونسي هنا كيبان لي راه القديه مزيانه والبحر مزيان حتى هو المهم البحر داير متر ونص على 20 غادي نحاولوا اننا ما امكن اننا نصيدوا ان شاء الله اليوم غنبسط ليه ونشوفوا على الله تكون شي حصيله تكون زوينه وغادي نوريوها لكم ان شاء الله المهم الخوت دابا كنقادوا العجينه هي افضل طعم عند الاسماك خليتو كيصيد وزيت ليه الكاميرا ديالو دابا هو ما عارفش وزيت ليه الكاميرا خالد خالد هزيت الكاميرا لهشام وهو ما عارفش نقول له شي حاجه ندوز عليه في الموطور هشام والله لا صيدتي شي حاجه وجهي لا صيدتي شي حاجه السلام عليكم هيا هيا دابا هو هشام دابا زيد لي زيد لي كاميرا ما عارفش ما عارفش ما عارفش واش زيد لي كاميرا دابا كندوي ليه في الكاميرا ديالك شوف وتبارك الله على السي هشام وتهلا ليا فراسك الله يخلي لك ولادك سير اودي الله يعفو عليك فهاد النهار سير سير امين امين الله يعطيك الله الله يعطيك الجنه ان شاء الله ان شاء الله فوق الجنه لهي لا بديك قول لي شي حاجه قول لي قول لي شي حاجه قول لي سي هشام تحياتي مرحبا بك عندنا طايا هشام هشام زيد لي كاميرا كيف لوكي اخ حتى اليوتيوبرز الا حط شي واحد كاميرا ومسركين معاه اليوتيوبرز مشى دز لي كاميرا تسطي الله يلا العباد دابا غدير الحوت دابا غنديرو الهبره السردينه هي السردينه ديرها هي الطعم ديالها غتكون تماك ولكن الرانكو عاد اش دار دار العجينه المهم هذا ان شاء الله غنديرو العجينه وغنديرو العجينه وغنديرو السردين انا الله المهم كندير ليها الطريقه هذه باش كيكون شاد مزيان باستو حتى السردين تا هو ان شاء الله راه كيضرب عليه الحوت انا ما نكذبش عليكم ديما كنصيد بالسردين الاغلبيه ديال السردين كنت كنجيب الدويده ولكن كتشري الدويده وكتصدق هنا ما صيدتي والو السردين تا ما سمينو صيدتي به كدير الطا كتحطو عاوتاني في الثلاجه كتعاود تصيد به المهم اليوم يكون الصياده زاهيه او ماكس المهم كنديروا ليها لاستيك عاوتاني هاكاك سير باش ما تمشيش يلاه واحد شويه باش ما يعيقوش عليها كيبقى فيها شويه اللحم المهم الاولى هي انا راه داير جوج صنارات المناسبه هذا كيتحدى هذا الحوت الحوت هذا والحسن ضمون الوالد والحسن ضمون يا سلام راني الله يسلم محمد فار بيس المان ايوا الله يوفقك شي بكري انا ودي فينا هو الحوت دابا لوحه لوحه فلارد لوحه فلارد نشوف واش تحرك غادي نحيد لها هذا الشيء هذيك كانت كتسميتها الشروق سكراي سكراي ها هي سي محمد ياك سي محمد ها هي هاك خالد انا غير بوسه سي محمد بسم الله بسم الله سير سير بسم الله سي خالد بسم الله هذه الاولى عربوا هذه الاولى مزيان فقط تحط بقية بقية حية كوك وي 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 سنان ودي جيب امك لخد انت وين تخيفها من الحوت الله يهديك الوالد كاينه شي حاجه تما هشام وايلي واو 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 الله يرا طلعها يسلم يا الله هذا هو
مش هدايا مشات مشات دوت الرنقو مشات هايك فين كاينه سير 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 الله الرنقو درت يا السمارة الثانية يا سلام عسكر ريل مليح هذا صح هشام عسكر ريل مليح صح هشام 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 الرقم هشام عسكر ريل سمينا هشام عسكر ريل هشام عسكر ريل كنشوف حسام اي خلف رباس قطي شويه الفاخر شويه ما من البحر ايش هذا البروتين البروتين وليدي اه هادي دابا والله تكون فيها ديك 25 غرام بروتين ياك غادي هادي والله تكون فيها 25 غرام بروتين عرفتي عرفتي صبعك شوف صبعك في الماء ديريكت ساي شط واه المليح نصرا غادي نضرب لك واحد الصوره هكا هنا كما شرا شرينا ضوي 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 هنا لتحت كما شفتوا عسكر راهي تبارك الله المليحة تبارك الله يا سلام والله يبارك الحاصيلة ديال ديال هاد النار والله الجالي ضوي 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 نشوف ومليحة صاحبي واش صوري 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 بعدا كاين الوالد يقول لك هاد الكاميرا ما درتي فيها ما يصلح شي دابا ليه النكره نتوما اللي ما درتو لنا السي محمد ديما كيعيب لك هذا شغل نتوما اللي درتو ما يصلح شوف شوف ما بنيناش ما بنيناش والدراري 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 ما مدوش حتى الحرف على الوالد اسبانيا خليه حقك وكل واحد هنا فين غادي يشتغل ناحيه السلامه والله ما مدوز الحرفه ودا الوالد لا علاقه ماشي طياب هذا السي محمد لا هو من ناحيه الكسكوشه كاينه ما طياب ما والو ودا الوالد الما 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 الله يسمح لها الدجاج وكل منه الله تبارك الله على السي محمد السي محمد اللي ما ذاق حلاوته ما يعرفش اللي فيه الله البحر المتوسط الابيض العظيم شاهد شي هذا لا لا ولا لا وداكشي سينا هذا خوتي اصبر خليل الله يهديك خليل الروينه خليل اش هذا الروينه خليل هذا خليل وخليل اش هذا خليل الميكروب هذا اصبر هاي الدجاج ما زعما طاب اسكر زعما كتقول هادشي كلب بلاش تدب بلديه ما دقه واو واخا ما كياكلوش يا مولاي داحيد يا وخرجت علينا خالد وخالد خرجت علينا شنو خرجت علينا الله شوف بخير عليكم كما شفتوا المهم يا دابا يلاه فقنا ونعاود لكم داك الدين ديال بصح بصح الوالدين ما جابوش الخبز المهم بقاو اليوم صايمين داكشي علاش خصنا نمشيو بحالنا دابا داكشي اللي سيدنا كراه ومازال ديك الساعه حي الله يحفظ السلام هذا اللي زين ديال والله اللي زين ديال لا ما فيك يا عمو المهم غندير لكم واحد الفيديو عليهم تشوفوهم كيعوموا شوف ها بلاصه مريس كيف كيعوموا وقال لك عندهم بنيه اليوم حرام درابية صحة خالد خالد يلا يلا بين بين واو سيف 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 هيا وحسام واش اشنو كيدير هذا جاكوزي هذا يلا جاكوزي فابور فابور والله قال لك راه الكاميرا